تركيا ونتيجة سياستها الخارجية بالدرجة الأولى التي أثبتت فشلها سواء من على الصعيد الأحداث التي جرت في سوريا أو على الصعيد علاقاتها مع أوروبا أو حتى مع أمريكا، أثبتت فشلها في هذه العلاقات. وعندما لم تنضم إلى الحلف المعادي لداعش ولم تسمح في بداية الأمر باستخدام مطارات مطار إنجرليك أمام طائرات التحالف للهجوم على داعش، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، جميع الدول وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية تدرك تماما صلة تركيا بداعش. باندورا في جفينة وملكي خدا هبه أما ملي ديان داجي نينه ملي باندورا خالي هبه دبه غير أمريكا هناك تشتاندا با وقت ترك دخازن بخازي بكي لي إيهانا باندورا خواه ونكيجي أوجي فدايتي وبرخدانا جل باكورة سوريا وفدايتا شرفان قصدي وبهزكي بفلسفة وكهف و يعني چوان بيجن كو ميجياكي وكهفي براتياك جيان بكن بسر في أساسي إجي بروي يكيجي باندورا خوال لسر بينغاوة رقاي ناكي و شرفان القصد جي قاسي دست ماتي و تشت هر تشتي بخواستن أمي بكن كجبونا باندورا في جيويني لسر بينغاوة غزابة فراتي ناكي. الی اگر راستی راست در جیبین آمریکا و ترکا چه بو هم بخوری نخوزن ترکا بلا بکنن اپرسیون راقه الی اگر که من زاتن ام حتان اگر یا بیاتن بی آسی او قصر در باز کرده نارسن دخوادن کت ما سر کت ما پله بکن من ام او قصاتن دست بکی چما دنگ خود در نخستن نارسن دبجن اشتر چتا او سر زاتن الی زاتن الی حوالتی وانا دکن زاتن ترکو چتا یکن ویا گلمه جه بیش زانون زاتن ویا علی هسته دا نتن علی جمین ایجی سانگ اماری قدر گوتو به واراج نایلیم بلا ترکا بیمه کمین این کسی گلمه جه زاتن ناخوزم بکمین ویا هسته دا زاتن اول پیش تا دچن علی راقا دا پیش کتن اکی مزینه یه این اک مجران کتن اولا نتن علی تابقا دردار وانا گرتنه